إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. سمعت كلام مغلوط وكلام يعني يودي في داهية. إيه هو؟ لقيت ناس عندها اعتقاد، مرضى عندهم اعتقاد إن هو لو عنده انزلاق غضروفي إن لو جاله تنميل في رجله يبقى هو هيتشل. أو يعني إيه اللي عنده انزلاق غضروفي وجاله تنميل يبقى المرحلة اللي بعد كده الشلل. وناس تانية عندها اعتقاد لو حصل خضر في الرجل، يعني في أماكن في رجله ما بيحسش بيها، يبقى المرحلة الجاية الشلل. وفي ناس تانية فاكرة الله ده أنا لو ابتدى يحصل لي شد عضلي في رجلي يبقى أنا هتشل. وناس تانية تقول لك لو حصل لي كهربا في رجلي يبقى أنا هتشل. معرفش مين اللي قال لهم الكلام ده، تمام؟ فيبتدي طبعا اللي عمل لهم الأفكار دي منه لله، لأن أنت كل مرضى الانزلاق الغضروفي او 95% منهم عندهم يا تنميل يا خضر يا شكشكه في رجليهم يا حرقان يا كهربا يا شد عضلي يا سخونه يا بروده. فانت لو اوهمت المريض ان الله انت جالك سخونه في رجلك يبقى هتتشل، كل الناس هتجري تعمل جراحه طبعا. وهو اللعب كله على ان الناس تنزعج وتتخض فتروح تعمل جراحه، لان المريض لو اطمن مش هيعمل جراحه، مش هيعمل حاجه. معظم الناس اساسا ولا هيعمل حقن ولا تردد ولا جراحه، هو بس يطمن يعرف ان هو في وضع بخير. فالحكايه دي عملت ايه؟ واحد جاله تنميل راح عمل جراحه، اصل انا سمعت يا دكتور ان التنميل ده معناه ان انا هتشل. طبعا التنميل معناه انك مش هتتشل، تخيل، لانك لو هتتشل مش هتحس بتنميل، هتتشل على طول من الاول، تمام. طب الخضر ده في حتت في رجليا وفي ايديا مش حاسس بيها، الخضر ده معناه انك مش هتتشل. التنميل والكهرباء والسخونه والشد العضلي والالم الشديد معناه انك مش هتتشل، مش معناه انك هتتشل. في معلومه الناس ما تعرفهاش، عمر الالم ما تحول الى شلل، عمر التنميل ما تحول الى شلل، عمر الكهرباء ما تحول الى شلل، عمر الخضر ما تحول الى شلل. العمود الفقري او الغضروف بيعمل شلل من اول ما بيطلع من مكانه، بيتجه على المكان اللي بيعمل شلل، عمره ما هيتجه للمكان اللي بيعمل التنميل والحرقان اللي هو العصب وبعدين يقوم مغير اتجاهه، ما فيش كده خالص. هو هيطلع كده، وده 95% او 92% من الناس يعمل لك تنميل وحرقان وما تعملش جراحه، يا هيطلع كده من اول مره عن النخاع الشوكي يعمل لك شلل. فانت ما تفكرش ان الوجع بتاعك او التنميل او الحرقان هيتحول الى شلل، لا، هو من الاول هيجي شلل، تمام. وما تقعدش تستنى الكارثه. اللي قال لك ان التنميل والحرقان والشكشكه بيتحول الى شلل عشان يعمل لك جراحه، منكم لبعضيكم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.